بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الخامس من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن تقيق العيد رحمه الله تعالى لعمدة الأحكام المسمى بإحكام الأحكام، في هذا اليوم الأربعاء الثامن من شهر ربيع الآخر سنة 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. مجلس الليلة بعون الله نتدارس فيه الحديثين الثالثة والرابع من كتاب الطهارة، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام المقدسي رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذا ثالث أحاديث الباب في كتاب الطهارة، حديث ويل للأعقاب من النار. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في اختصار الحديث بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم وساق الحديث، والحديث مخرج في الصحيحين، لكنه يوهم أنه مخرج في الصحيحين من رواية الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم، والصواب أنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما فحسب. وأما رواية عائشة رضي الله عنها فتفرد بها مسلم في صحيحه ولم يخرجها البخاري رحمه الله تعالى. هذا الحديث ثالث أحاديث الكتاب، وفيه شرع المصنف رحمه الله مباشرة في ذكر ما يتعلق بالحديث بقوله: الحديث فيه دليل إلى آخره، ولم يتطرق رحمه الله كما جرت عادته بأن يبدأ بترجمة الصحابي راوي الحديث كما فعل وسيفعل في الأحاديث القادمة، فما ذكر شيئا مما يتعلق بعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهما. أما أبو هريرة رضي الله عنه فتقدم ذكره في الحديث السابق، ولذلك فإن بعض الشراح كالصنعاني رحم الله الجميع حاول أن يغطي ما تجاوزه الإمام تقي الدين رحمه الله، فذكروا في إيجاز في ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قرشي أسلم قبل أبيه، وكان أبوه أكبر منه 13 سنة فحسب. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من شباب الصحابة الأخيار العباد الذين عرفوا بالعلم والحفظ، قرأ الكتب واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكتب حديثه فأذن له، كما عند أبي داود في سننه والحاكم في المستدرك. واختلف في محل وفاته وفي تاريخه على أقوال، وروى عنه كثير من كبار التابعين كمسروق وسعيد بن المسيب وسواهما. وأما عائشة رضي الله عنها فهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، عائشة كما قال الزركشي بالهمز، قال: ويقرأها عوام المحدثين بالياء عائشة كما ينطقها العامة اليوم، قال: وهو ملحون، فهي اسم فاعل من عاشة مثل قائل وبائع والكل بالهمز. عائشة رضي الله عنها أم عبد الله، كنيت بابن أختها أسماء بنت أبي بكر، كناها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام بمكة في شوال 10 من البعثة قبل الهجرة 3 سنين، وأعرس بها في المدينة في شوال 2 من الهجرة ولها 9 سنين، وبقيت معه 9 سنين، وماتت وهي في 18 سنة رضي الله عنها. الفقيهة العالمة، الراوية الحافظة، الفصيحة الفاضلة، كثيرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيبة القلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبرأة من فوق 7 سماوات، عارفة بأيام العرب وأشعارها وبالطب وبالأنساب،
وكانت من خيرة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن فضليات زوجاته أمهات المؤمنين. روى عنها جماعة من الصحابة والتابعين ماتت بالمدينة سنة 57 أو 58 ل17 خلت من رمضان، ودفنت ليلا بالبقيع، صلى عليها أبو هريرة رضي الله عنها لما كان أمير المدينة في أيام معاوية رضي الله عن الجميع. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر. ترون أن المصنف رحمه الله أيضا لم يقسم حديثه عن الحديث كما جرت العادة، بيقول والكلام على الحديث من وجوه أو فيه مسائل، شرع مباشرة، وذلك أنه لم يفرع في هذا الحديث مسائل. وأنا سائلكم قبل أن نقرأ كلامه رحمه الله، هذه الجملة الوجيزة من الحديث: ويل للأعقاب من النار، ماذا تفهم منها فقها؟ الحديث فيه وعيد على ماذا؟ ويل على ماذا؟ النار على ماذا؟ على التقصير في وضوء لا يستوعب فيه المتوضئ غسل رجليه حتى يترك العقبة ليس عليه ماء من الوضوء. ما العقب؟ مؤخر القدم من الخلف. هذا الحديث إذن إذا أردنا أن نستنبط حكما فقهيا من الحديث، فما هو؟ وجوب تعميم من الحديث، وجوب تعميم غسل القدمين في الوضوء. قال ويل للأعقاب، والعقب أين هو؟ في القدم، في الرجلين. قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالمطلوب في فروض الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين. جاء في الحديث فقال ويل للأعقاب من النار، الوعيد على كل عقب لا يدركه ماء الوضوء بغسله فيكون متوعدا عليه. الحديث وعيد، فمن أين قلتم يجب؟ هل الوعيد يدل على الوجوب؟ طيب، هكذا يعني عليك أن تفهم طريقة استنباط الفقهاء للأحكام من الأدلة. الحديث وعيد، فكيف يقولون يدل على وجوب؟ الوعيد يدل على تحريم، لكنه من وجوب ضده. فإذا كان المحرم التقصير، إذا كان المحرم التقصير في غسل الرجلين وعدم استيعابها في الوضوء، فإن الواجب ضده، وهو وجوب تعميم غسل الرجلين في الوضوء. إذا كان الحديث خاصا بغسل الرجلين، فهل هو مقتصر عليهما؟ يعني هل يستدل بالحديث على وجوب تعميم الوجه مثلا واليدين والرأس؟ الحديث يقول ويل للأعقاب، ما قال ويل للأعقاب والمرافق والرؤوس قياسا. طيب، هل تقاس اليد على الرجل بجامع ماذا؟ بجامع كونهما أعضاء في الوضوء، أو تقول بجامع، أو يقول الجامع هنا هو نفي الفارق، أنه لا فارق بين الرجل واليد والوجه في هذا الحكم وهو الوضوء. طيب، هذا هو مرتكز الحكم الفقهي الوارد في الحديث. فلنقرأ كلام المصنف رحمه الله ثم نعود إلى ما يتعلق بالحديث من الفوائد والتطبيقات الأصولية. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر، وأن ترك البعض. ما المطهر؟ ما المطهر؟ الماء في الوضوء، لكن قوله المطهر ألا يشمل التيمم بالمطهر؟ يعني هو يمكن أن يدخل فيه. فلهذا فإن الصنعاني رحمه الله لما جاء إلى قول المصنف بالمطهر، فإنه عقب على قوله بالمطهر، لأن العبارة هاهنا توهم أن يكون المطهر ماء أو ترابا. قال كان الأحسن أن يقول بالماء. ليش؟ قال لأن التراب لا يعم الأعضاء ولا يعمم به ما يجب فيه التيمم، وهو يسمى مطهرا. فلذلك مقصود المصنف أو الشارح رحمه الله وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر، يقصد
الماء خاصة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر، وأن ترك البعض منها غير مجزئ. منها، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الأعضاء. أن ترك بعض الأعضاء، بعض جزء من اليد أو من الرجل أو من الوجه، غير مجزئ، يعني لا يصح به الوضوء. فمن أين استدلوا على عدم إجزاء الوضوء الذي لا يتم فيه استيعاب العضو من الوعيد؟ قال رحمه الله: الحديث دليل على وجوب تعميم الأعضاء وعلى أن ترك البعض منها غير مجزئ. هذا الحكم هو الذي بوى به البخاري رحمه الله في الصحيح لما ترجم فقال: باب غسل الرجلين، قال: ولا يمسح على القدمين. فدل على أن الاكتفاء بالمسح لا يجزئ ولا بد من الغسل. نعم. ونصه: إنما هو في الأعقاب. وسبب التخصيص أنه ورد على سبب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح، أي تبرق، والألف واللام أعقابهم تلوح يعني تبرق أو تظهر، ليس يبدو عليها أثر الغسل بالماء. فإن الرجل إذا كانت جافة فغسلت بالماء لمعت، فإذا بقي منها قدر لم يصبه الماء أصبح متميزا عن باقي القدم أو الرجل في أنه لم يصبه الماء، فيبدو هذا واضحا. وسبب الحديث كما قال المصنف رحمه الله تعالى ما ذكره فيما جاء في عدد من روايات الأحاديث. الحديث ورد على سبب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح، كما صرح به في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما التي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه. فلما قال ويل للأعقاب، لو قال قائل لماذا خص الأعقاب؟ قيل لأنها السبب الذي من أجله ورد الحديث، رأى قوما توضأوا أو رأى بعضهم توضأ وبقي في رجله قدر، في بعض الروايات قدر لمعة قدر درهم، فقال ويل للأعقاب من النار، فخص الأعقاب لأنها سبب ورود الحديث كما قال. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والألف واللام يحتمل أن تكون للعهد. أي ألف ولام؟ الأعقاب، هل هي للتعميم؟ يعني أنت انظر إلى الحديث النبوي: ويل للأعقاب من النار. هل تفيد التعميم؟ هل وعيد النبي عليه الصلاة والسلام للأمة كلها في أعقابها أنه ويل لها من النار؟ الأعقاب الصيغة صيغة عموم، ويبدو في الظاهر أنه يراد به التعميم. قال: الألف واللام يحتمل أن تكون للعهد. أي عهد؟ العهد إما ذهني وإما ذكري، يعني شيء ذكر في السياق فيعود العهد إليه: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول الذي ذكر، وليس الرسول يعني كل الرسل، فهنا العهد ذكري. لكن لما تدخل البيت فأقول لك أغلق الباب، الباب أي باب؟ الذي مررت به. فالعهد هنا ذهني، فالعهد إما ذهني أو ذكري. فلما تقول ويل للأعقاب لا يمكن أن تحمل على العموم، والسبب أنه لا يمكن أن يراد الوعيد لكل الأعقاب من النار هكذا، فيدخل فيها الأعقاب التي غسلت في الوضوء باستيعاب، والتي لم تغسل، والذي توضأ، والذي ما توضأ، كله يدخل ويل للأعقاب، وليس هذا هو المراد. فإن تعذر حمل اللام على العموم والاستغراق فإنها تحمل على العهد، وليس هاهنا شيء مذكور في السياق فيكون العهد ذهنيا أو ذكريا، أو يقال الخارجي الذي له وجود في الخارج فصار معهودا بين المخاطب والمخاطب أو بين المتكلم والسامع. نعم. والألف واللام يحتمل أن تكون للعهد، والمراد الأعقاب التي رآها كذلك لم يمسها الماء، والمراد الأعقاب التي رآها كذلك لم يمسها الماء. طيب، لو كنت
مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف بين صحابته، فسمعته يقول ويل للأعقاب من النار، ماذا تفهم؟ توضؤوا يتجهزون لصلاة العصر، وفي بعض الروايات قال أرهقتهم صلاة العصر، يعني دخل وقتها وغشيهم وقارب ويخشون الفوات. فإذا هم يتوضؤون يتجهزون للصلاة فيسمعون صوته عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، إيش تفهم؟ أنت تتوضأ وتتجهز لعبادة فتسمع وعيدا، تريد أن تقبل على مرضات الله فتسمع الوعيد، لا بد أن ها هنا شيئا ما استدعى ذلك الوعيد. ولهذا فإن الطرق الحديث يفسر بعضها بعضا، في بعض طرق الحديث قال أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، ففهم أن المراد تقصير كان من بعضهم حمل على ذلك الوعيد، فإذا يحمل على الأعقاب التي رآها لم تمسها الماء، هذا احتمال أن تكون أل هنا للعهد كما قال. نعم. ويحتمل أل لا تخص بتلك الأعقاب التي رآها كذلك، وتكون الأعقاب التي صفتها هذه الصفة أي التي لا تعمم بالمطهر، ولا يجوز أن تكون الألف واللام للعموم المطلق. نعم. إذن ويحتمل أن تكون غير مخصوصة بتلك الأعقاب التي رآها، وتكون الأعقاب التي صفتها هذه الصفة، يعني الأعقاب التي رآها والتي ما رآها لكنها تكون في حكمها. إيش معنى هذا الاحتمال الثاني؟ أن يراد كما يقول الصنعاني، والعبارة دقيقة وهي من فوائد تطبيقات الأصول فيما لا تجده منصوصا في علم الأصول، يقول رحمه الله الصنعان، يقول أن يراد باللفظ معنى صالح لما أطلق عليه ولغيره بقرينة المقام، فكأنه قيل لكل عقب لم يمسه الماء أو الأعقاب التي لم يمسها الماء، فتجعل اللام للاستغراق أو للعهد الذهني، فهذا معنى آخر. ويل للأعقاب، كل عقاب صدق عليها الوصف الذي اتجه إليه الوعيد وهو الذي لم يمسه الماء، وما كان مما لم يره عليه الصلاة والسلام فيدخل في حكمه. فإذا قال ويل للأعقاب وكان السبب عدم الاستيعاب في غسلها بالماء، فإن الأعقاب شاملة لما كان بذلك الوصف فيدخل فيها أيضا، فتكون للعموم بهذا القيد الذي ذكره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد ورد. طيب ليش قال في الأخير ولا يجوز أن تكون الألف واللام للعموم المطلق؟ نعم، سيشمل من توضأ ومن لم يتوضأ، ومن استوعب ومن لن يستوعب. نعم، وهذا غير مقصود. قال وقد ورد في بعض الروايات رآنا ونحن نمسح على أرجلنا. هذه رواية عبد الله بن عمرو بن العاص كما تقدم، وفي بعضها قال وأعقابنا تلوح لم يمسها الماء، وفي رواية ونحن نمسح على أرجلنا. إذن قال رآنا ونحن نمسح، طيب ما الدلالة هنا؟ أن المسح لا يكون مجزئا، ما الدلالة؟ أنهم مع كونهم مسحوا اتجه الوعيد، قال ويل، قال رآنا ونحن نمسح، وفي رواية وأعقابنا تلوح لم يمسها الماء. انظر الآن سيشير الشارح رحمه الله إلى استدلال ويعقب عليه، رآنا ونحن نمسح ثم توعد، فدل على أن المسح غير مجزئ، وسيتعقب الشارح بأن هذا الاستدلال غير جيد. نعم. وقد ورد في بعض الروايات رآنا ونحن نمسح على أرجلنا فقال ويل للأعقاب من النار، فاستدل به على أن مسح الأرجل غير مجزئ. استدل، وهذا كما قلت لكم هي ترجمة الإمام البخاري رحمه الله، قال باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، وساق الحديث باب غسل الرجلين قال ولا يمسح، فقوله لا يمسح فهمه من هذا الحديث. طريقة الاستدلال يقول المصنف وهو عندي ليس بجيد. نعم. قال وهو عندي ليس بجيد لأنه قد فسر في الرواية الأخرى أن الأعقاب كانت تلوح لم يمسها الماء، ولا شك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق. إيش يعني بالاتفاق؟
ركز معي الآن، من قال إن المسح في الرجلين لا يجزئ؟ قال الحديث واضح، رآنا ونحن نمسح فقال ويل للأعقاب من النار. إذن المسح غير مجزي. يقول المصنف لا، الوعيد يتجه على من غسل وعلى من مسح. المشكلة ليست في الغسل أو في المسح، المشكلة ما هي؟ في عدم الاستيعاب للعضو. قال ولا شك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق، باتفاق من قال بالغسل ومن قال بالمسح، فإن الوعيد متجه، لأن الإشكال ليس في كونه غسلا أو مسحا، الإشكال في كونه لم يستوعب أن الأعقاب، قال لأنه فسر في الرواية الأخرى أن الأعقاب كانت تلوح لم يمسها الماء، سواء مسها بغسل أو بمسح. ولا شك أن هذا ولا شك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق. قال والذين استدلوا على أن المسح غير مجزئ إنما اعتبروا لفظ هذه الرواية فقط التي هي رآنا ونحن نمسح، وقد رتب فيها الوعيد على مسمى المسح وليس فيها ترك بعض العضو. والصواب إذا جمع الطرق الحديث أن يستدل ببعضها على بعض ويجمع ما يمكن جمعه، فبه يظهر المراد والله أعلم. فإذا جمعت عرفت أن الوعيد ليس على ترك المسح بل على التعميم. لكن على كل حال، هل معنى هذا أن المصنف رحمه الله ينصر القول بجواز مسح الرجلين في الوضوء؟ الجواب لا، لكنه يتكلم على طريقة الاستدلال. لكن هناك أدلة أخرى ذكر فيها الفقهاء الدليل على أن المسح في الوضوء للقدمين غير مجزئ بالحديث نفسه، لأن في بعض طرقه كما تقدم قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. ما وجه الدلالة؟ أي أن الإسباغ ما يكون في المسح، الإسباغ ما يكون في المسح بالتيمم بالتراب، لا يقال في المسح أسبغ المسح، ما يقال إسباغ إلا إذا كان غسلا بالماء فيقال أسبغ. ومن الأدلة كذلك قول عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله الفقيه التابعي، يقول أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. وهذا أيضا كما قلت لكم فيما ورد في طرق الحديث، لأنه الحديث رواه جماعة من الصحابة، في بعضها ويل للعراقيب من النار كما أخرجه مسلم عن أبي هريرة وأحمد وابن ماجة عن جابر رضي الله عنهما، في بعض طرق الحديث أتم الوضوء ويل للأعقاب من النار، وهذه الرواية أخرجها ابن ماجة عن عدد من الصحابة، خالد بن يزيد وأبي سفيان، خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص وعمر بن حسن رضي الله عنهم جميعا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويستدل بالحديث على أن العقب محل للتطهير، فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيما دون ذلك. العقب الذي هو مؤخر القدم كما قلنا محل التطهير، فيبطل قول من يكتفي بالتطهير سواء قلت غسلا أو مسحا. قال الصنعاني رحمه الله كأنه يشير إلى قول الإمامية وغيرهم من القائلين بالمسح، فإنهم يقولون لا يجب تعميم القدم بالمسح، القائل بإجزاء المسح بدل الغسل بالماء في الوضوء، وهو قول يعني حتى مما رجحه الطبري رحمه الله في تفسيره للآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الخفض. على كل حال، من يقول إن المسح في الوضوء يجزئ عن غسلها بالماء، هل يعم مسح القدم من الأصابع إلى الكعبين بما فيها العقب خلف القدم، أم يكتفي بمسح أعلى القدم من فوق؟ قال رحمه الله يستدل بالحديث على أن العقب محل التطهير بين قوسين سواء قلت بالغسل أو بالمسح، لأنه حتى قرأنا ونحن نمسح فقال ويل للأعقاب، فإذا العقب مشمول بالتطهير سواء قلت بالغسل أو قلت بالمسح. قال فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيما دون ذلك. والعقب كما قلنا مؤخر القدم، ومن لا يجب عنده استيعاب ظهر القدم لا يجب عنده مسح العقب من باب أولى. طيب، قبل الانتقال للحديث الرابع نمر على بعض التطبيقات الأصولية لهذا الحديث. أولا، قال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، ابتدأ الحديث بهذا الوعيد نسأل الله السلام بقوله ويل، وفيه فائدتان، إحداهما لغوية والثانية شرعية. أما اللغوية فهي كلمة ويل، كيف ابتدأ بها وهي نكرة؟
ويل. طيب سواء قلت هو علم فيكون كما قال في القاموس واد في جهنم أو بئر فيها أو باب من أبوابها أجارنا وأجاركم الله فيكون علما لا نكرة فيصح الابتداء به، أو يقال بأنه من باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، يعني سلام عليكم يعني يكون دعاء فيصح كذلك الابتداء به. هذه الفائدة اللغوية. أما الفائدة الشرعية فقوله ويل للأعقاب من النار، ويل هذا وعيد، وقد تقدم قبل قليل أنه دال على التحريم، فالفائدة هنا في التطبيقات الأصولية أنه يستفاد النهي والتحريم في أشهر الصيغ التي يذكرها الأصوليون بأساليب النهي لا الناهية وأخواتها، لكن عندما يكون الوعيد صريحا بالنار أو باللعن أو بالغضب الإلهي فإن ذلك من آكد دلائل النهي عن فعل ذلك الشيء. يعني لما تسمع الأحاديث الكثيرة التي فيها اللعن والعياذ بالله، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا كما عند مسلم، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار كما عند البخاري، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة كما عند البخاري، وغيرها كثير. بل هذا أقوى من النهي في الدلالة بأن يقول لا تفعل أو لا تفعلوا، هذا أقوى، لأن النهي يدل على المنع وعلى ترتب الوعيد، وهذا مباشرة دل على ترتب الوعيد المتضمن للنهي عن فعل الشيء الذي توجه إليه الوعيد. فإذا هذا من صيغ النهي عن الفعل. فإذا تقول الحديث دل على النهي عن ماذا؟ عن عدم تعميم أعضاء الوضوء. هذه إذن أول دلالات الحديث. ومنه قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ما قال في الآية لا تشركوا بالله كما قال في آيات كثيرة، لكن لما قال فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار كان آكد في النهي عن الشرك والعياذ بالله. الأمر الثاني، هذا الوعيد كما قلنا دل على تحريم عدم استيعاب أو عدم تعميم غسل الرجلين بالوضوء، وهذا التحريم يدل بضده على وجوب، وهي الجملة التي افتتح به المصنف، قال الحديث دليل على وجوب تعميم الأعضاء إلى آخر ما قال. يقول الصنعاني رحمه الله يدل على وجوب إمساس الأعقاب للماء، فإن العقوبة من لوازم الوجوب، العقوبة من لوازم الوجوب. قال وليس الإيجاب مقصورا على صيغة الطلب، وإن كان قد علم الإيجاب لما ذكر من آية الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب. الفائدة الثانية، مر بك أن الحديث ورد على سبب، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان مع بعض أصحابه فتوضأ للصلاة فرأى ما رأى فقال ما قال. الحديث له سبب وله لفظ عام، والقاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالحديث وإن كان له سبب خاص ورد من أجله فإن العبرة تدخل في كل من حصل منه ذلك وصدق عليه الوصف، فلا يخص الصحابة الذين توجه إليهم الخطاب رضي الله عنهم جميعا، بل يعمهم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الأمر الثالث، ويل للأعقاب. الأعقاب جمع معرف، جمع عقب، وتقدم قبل قليل لا يصح حمله على الاستغراق لئلا يفيد عموم الوعيد بالنار، لكنه للعهد أي الأعقاب التي رآها، ويدخل كما قلنا ما كان في حكمها. ويل للأعقاب، ذكر الأعقاب إشارة إلى غيرها من أعضاء الوضوء. كيف أشار إليها؟ كيف أشار إلى غيرها؟ بالقياس. فإذا قيل لك القياس أصل وفرع، والأصل الأعقاب والفرع الوجه واليدان مثلا،
طيب وأين العلة المشتركة أو الجامع الوصف المشترك التي سيعدى من أجلها الحكم؟ نعم، يقولون الوصف المشترك هنا عدم الفارق، وهذا من أعلى رتب القياس وأقواها، قياس أو ما يسمونه بقياس نفي الفارق، يعني أن يكون الفرع في معنى الأصل سواء بسواء، وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب في شأن الإماء. قالوا والعبيد من الذكور في حكم الإماء قياسا عليهن، والآية ما ذكرت إلا الإماء. فإن قيل ما الجامع بين العبيد والإماء في الحكم المذكور في حد الجلد عند الزنا؟ يقال إنه في معنى الأصل، أو يقولون بنفي الفارق الذي لا يمكن أن تذكر الأوصاف، بل يقال ينفى الفارق أصلا بين الفرع والأصل، فإذا عدم الفارق، ولذلك قال النص في الأعقاب ويعم غيره من سائر الأعضاء. أخيرا في قوله عليه الصلاة والسلام من النار، ويل للأعقاب من النار، النار اسم جنس دخلت عليها ال فتفيد العموم، اسم الجنس إذا دخلت عليه ال أفادت العموم. طيب ويل لها من النار، من كل نار، أي نار؟ إذا حملت على العموم شملت نار الدنيا ونار الآخرة ونار المطبخ والنار التي تصنع عليها الشاهي، ليس هذا هو المراد للعهد، أي نار؟ أي عهد؟ فين ذكرت؟ أبدا، هي التي في ذهن كل مسلم، فإن الشريعة إذا قالت الجنة انصرف إلى معهود واحد فقط، وإذا قالت الشريعة في النصوص النار انصرفت إلى نار جهنم عياذا بالله، فهذا مما لا يحمل فيه على الاستغراق بل على العهد جزما، لأنه لا يمكن أن يتردد مع احتمال آخر في أفراد المذكور، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. فيه مسائل. طيب، هذا الحديث الرابع، وفيه جملتان. أولاهما قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، أو فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. الجملة الثانية وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الجملتان حديثان مستقلان، عطفهما الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فجعلهما في سياق حديث واحد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله هكذا عطفه المصنف، واقتضى سياقه أنه حديث واحد، وليس هو كذلك في الموطأ، وقد أخرجه أبو نعيم في مستخرج من الموطأ رواية عبد الله بن يوسف شيخ البخاري مفرقا، يعني حديثين. وكذا أخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد، والثاني من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد. الفائدة الحديثية هنا يقول الحافظ ابن حجر وعلى هذا فكأن البخاري يرى جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق واحد، كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين. فإذا هما حديثان، فلنبدأ بأولهما. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. هذه الجملة كم حكما فيها؟ حكمان، الأول استنشاق الماء في الوضوء، والثاني الإيتار في الاستجمار. طيب، أما الاستنشاق فقوله فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ليجعل في أنفه إيش؟ ما ذكر الماء في الرواية، هي موجودة في رواية مسلم، لكن هنا في الرواية فليجعل في أنفه ولم يذكر الماء،
فمن أين فهم؟ من السياق. إذا توضأ، والتوضع بإيش يكون؟ بالماء، فليجعل في أنفه يعني مما يتوضأ به وهو الماء. فسواء ثبت لفظ الماء في رواية أو لم يثبت فالمعنى لا يختلف. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر. طيب فقها هذه الجملة من الحديث تدل على وجوب الاستنشاق عند من يقول به، وما قال به إلا الظاهرية وأحمد على وجوب الاستنشاق، والجمهور على أن الاستنشاق من سنن الوضوء ومستحباته. فالسؤال لماذا لم يعمل دلالة الأمر فليجعل في أنفه وهو أمر صريح، لماذا لم يحمله على الوجوب؟ قالوا هناك صوارف، منها لفظ الآية فإنه لم يذكر الاستنشاق فما كان هكذا فيحمل على الاستحباب، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي فتوضأ كما أمرك الله فأحاله على الآية، فدل على أن الأمر الزائد على ذلك مثل قوله فليجعل في أنفه ثم لينتثر أنه محمول على الاستحباب للوجوب. قالوا أيضا فيه دلالة أخرى، ثم لينتثر، ما معنى لينتثر؟ الاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف، والانتثار إخراجه. طيب ثم لينتثر أليس أمرا؟ هل قال أحد بوجوب الاستنثار في الوضوء؟ لا، قال وجوب الاستنشاق والمضمضة. فقالوا إذا كان قوله فلينتثر لم يحمل على الوجوب فكذلك فليجعل في أنفه، وسيأتينا في كلام الشارح رحمه الله مزيد شرح. لكن أريد الآن قبل أن نقرأ كلام الشارح أن تعمل فهمك في أن تفهم مجمل دلالة الحديث قبل الخوض في تفاصيل الشارح رحمه الله. قوله ومن استجمر فليؤتر، الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب أو الاستعمال للشيء. استجمر طلب الجمر فليؤتر، الجمر الحجارة أو النار المشتعلة جمرا. من استجمر فليؤتر فسرت بأحد معيين، الاستجمار المقابل للاستنجاء وهو تنظيف الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها، فإنه استجمار. من استجمر يعني من أزال النجاسة في الاستطابة والتطيب قبل الوضوء فليؤتر، يعني فليكن العدد الذي يستجمر به وترا. وإذا حملته على المعنى الثاني من استعمال الجمر وهو البخور في التطيب فيكون المراد من استعمل الجمر في التطيب والتبخر فليوتر، والمعنيان يمكن دلالة الحديث عليهما والأول أظهر. الجملة الثانية في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام، أو الحديث الثاني عند مسلم، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. كم حكما في هذه الجملة؟ كم حكم في الجملة؟ واحد، ما هو؟ وجوب غسل اليدين قبل الوضوء، وجوب غسل اليدين قبل الوضوء عند الاستيقاظ من النوم. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. وهذا الوجوب أيضا لم يقل به من الأئمة الأربعة إلا أحمد، وجوب غسل اليدين قبل الوضوء، وحمله الجمهور أيضا على الاستحباب، فإن قوله فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا حمل على الاستحباب، ولهم صوارف أو قرائن صرفت هذا الأمر عن الوجوب، منه آية المائدة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومنه أيضا ما جاء في حديث الأعرابي فتوضأ كما أمرك الله، وسيأتي مزيد في كلام المصنف رحمه الله. الجملة هذه اشتملت على حكم وعلته. الحكم فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، والعلة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أين أداة التعليل؟ أداة التعليل كي ولام التعليل ومن أجل،
ما قال لأجلي ولا قال من أجلي ولا قال كي ولا جاءت بلام التعليل. ها ما إن هل من معانيها التعليل؟ ما بكم تنسون دروس القياس ومسالك العلة؟ نعم. أما قلنا إن التعليل صريح وغير صريح؟ ما التعليل الصريح؟ لام التعليل مثل، لام التعليل مثل ليطهركم لكي لا تأسوا، هذا كي أيضا أداة صريحة، كي لا يكون دولة. أو من أجلي، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، من أجل ذلك كتبنا. فإذا هذا تعليل صريح تستخدم فيه لام التعليل أو أدوات التعليل مثل كي ومثل من أجلي ونحوها. التعليل غير الصريح هو الذي تستخدم فيه بعض الصيغ المشيرة إلى التعليل، المنبهة على التعليل، المومئة إلى التعليل، فيسمونها تنبيها على العلة، إشارة إلى العلة، إيماء إلى العلة، على اختلاف بين الأصولين في التقسيم، لكنهم يتحدون في ذكر هذه الصيغ، ومنها تعقيب الحكم بالوصف بالفاء، فليغسل فاء إن أحدكم جاء المغيرة ينزع خفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يتوضأ، قال دعهما فاء فإني أدخلتهما طاهرة فمسح عليهما. ليش أمره بتركه بعد النزع؟ لأنه لبسها على طهارة. هذا تعليل. سئل عليه الصلاة والسلام عن سؤر الهرة فقال إنها ليست بنجس، هذا إيش حكم؟ إنها من الطوافين، ما قال لأنها، لكن أي وصف يأتي عقب الحكم خصوصا إذا عقب بالفاء مثل هذا فإنه يشير إلى معنى التعليل. ليش؟ لأمرين، أنه وصف مناسب، والثاني أنه لو لم يحمل على التعليل لكان لغوا وعبثا تنزه عنه نصوص الشريعة. كان يكفي أن يقول فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فليس للجملة التي بعدها محمل يتم به الكلام والفائدة في جملة الشريعة إلا أن يحمل على معنى إضافي وهو التعليل للحكم. فإذا العلة أن أحدا لا يدري أين باتت يده، وسيأتينا مزيد شرح، لكن قبل أن نقرأ فإن أحدكم لا يدري، إشارة إلى ماذا؟ أنه قد تكون يده أصابت نجاسة، فلو أدخلها مباشرة في ماء الوضوء تنجس الماء، فما الحل؟ ليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإذا أدخل يديه تكونا طاهرتين. ممتاز. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، طيب مفهوم المخالفة لو كان يدري أين باتت يده، كما لو ربطها أو جعلها في جيبه أو ألبسها قفازا، فهو يدري، فهل تزول العلة؟ هذا ما هو تعبدي. قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فيقول القائل لكن أنا أدري أين باتت يدي، هل يشملني الحكم؟ قال فليغسل، لأنك لا تدري أين باتت يدك. فلو قلت يا رسول الله لكنني أنا البارحة أدري أين باتت يدي، ما يمكن؟ ربطها أبدا، أنا أعرف أنها مربوطة في السرير بجوار يدي، فقمت وهي مربوطة، أبدا أنا أعرف أين باتت. طيب سيأتينا في كلام المصنف. المراد يا مشايخ هو إعمال الفهم لما يمكن أن تفهمه من الحديث، وسيأتينا في كلام الشارح مزيد تفصيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل. الأولى في هذه الرواية، طيب هذا طريقة المصنف، قال فيه مسائل لأن الحديث بجملتيه يشتمل على كثير من القضايا والأحكام. قوله فليغسل يديه في الحديث الآن قبل قليل، إيش المقصود باليدين؟ اليد في اللغة ما هي؟ كامل اليد من الأنامل من بداية الأصابع إلى المنكب، كل هذا يسمى يدا، لكن العرب تسمي كل جزء منه باسمه الخاص، فهذا كف وهذا أصبع وهذه أنملة وهذا ظفر وهذا رسغ وهذا ذراع وهذا عضد وهذا مرفق وهذا منكب إلى آخره، فتسمي كل جزء منه باسمه. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. كان يمكن أن يقول قائل لو أراد أن يقتصر على فهم الآية من غير دلالة تساعد لقال تقطع من المنكب،
أو من المرفق، فكل هذا يد، فجاء هذا مقيدا في الحديث، فهذا مثله، فليغسل يديه، المقصود الكفان اتفاقا، ولم يختلف فيها الفقهاء أن المقصود هنا غسل الكفين وليس كامل اليدين دون ما زاد عليهما. قوله قبل أن يدخلهما في الإناء، هذا لفظ البخاري وسيأتيك في الشرح أن لفظ مسلم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، في فرق؟ أحسنت، هذا أمر وذاك نهي. الأمر في لفظ البخاري ها؟ فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، وفي لفظ مسلم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. ولفظ ثلاثا هذا لفظ مسلم خاصة، ولم يذكر البخاري التثليث. هذه الفوائد لأنك ستمر عليها بعد قليل في أثناء الشرح. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: في هذه الرواية فليجعل في أنفه ولم يقل ماء، وهو مبين في غيرها وتركه لدلالة الكلام عليه. ما دلالة الكلام؟ إذا توضأ، والوضوء كما قلنا يكون بالماء، فإذا استعمل الماء يكون هو المقصود في المحذوف هنا. إذن قال رحمه الله: في هذه الرواية فليجعل في أنفه ولم يقل ماء. وتقدم قبل قليل أن لفظة ماء في مسلم الرواية سفيان عن أبي الزناد، وثبتت أيضا عند البخاري لأبي ذر، وسقطت لغيره، واختلف رواة الموطأ في إثبات لفظة ماء. لكن سواء ثبتت اللفظة رواية حديثية أو لم تثبت فالمعنى لا يختلف. نعم. الثانية: تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق. تمسك بإيش؟ بالحديث. من أين تمسك به؟ الأمر أين هو؟ فليجعل في أنفه. نعم. تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق، وهو مذهب أحمد، ومذهب الشافعي ومالك عدم الوجوب. طيب، مذهب أحمد الوجوب من أين؟ الأمر هنا. طيب، واعتضد هذا الاستدلال عند أحمد وأصحاب الحديث وغيرهم ممن يرى وجوب الاستنشاق بمداومة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك في الوضوء، حيث لم يثبت في رواية أنه توضأ من غير مضمضة أو استنشاق. قالوا: فالمداومة مع صريح الأمر في مثل هذه الرواية مع روايات أخرى، توضأوا واستنشقوا كما أخرج البيهقي وأبو نعيم في الحلية بسند صحيح، وكذلك وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا عند أبي داود أمر بالاستنشاق أو بالمبالغة في الاستنشاق؟ طب هل يتم الاستدلال به على وجوب الاستنشاق؟ أمر بالمبالغة لا بأصل الاستنشاق. طيب، القاعدة الأصولية: الأمر بالصفة أمر بالموصوف. أمر بالصفة وهي المبالغة في الاستنشاق. الأمر بالصفة أمر بالموصوف، ما يأمرك بشيء بصفته لو هو يأمر بأصله، فهذا أيضا مما دل على وجوب الاستنشاق. فهذا من جملة أدلة القائلين بالوجوب: صيغة الأمر وفعله صلى الله عليه وسلم كما قلت لك، الذي داوم عليه وأطبق رواة صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذكره. حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وعدد ممن روى صفة الوضوء لم يختلفوا في ذكر المضمضة والاستنشاق. ومذهب الشافعي ومالك عدم الوجوب، وحملا الأمر على الندب بدلالة ما جاء في الحديث. طيب، إذن مذهب الشافعي ومالك عدم الوجوب، والأمر في قوله فليجعل في أنفه حملوه على ماذا؟ على الاستحباب والندب. إذن لا بد من قرينة تصرف هذا الأمر. قال بدلالة، إذن هذه هي القرينة. نعم. بدلالة ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق. أجاب الحنابلة والقائلون بالوجوب بجوابين. الأول أنه إذا كان قوله كما أمرك الله إحالة إلى الآية المقصود بها آية المائدة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قالوا أمره بغسل الوجه والفم والأنف من الوجه، وغسل الفم يسمى مضمضة وغسل الأنف يسمى استنشاقا، فقد ذكرا ضمنا فلم تخل الآية منهما.
ولهذا ترى فقهاء الحنابلة إذا جاءوا يعددون فروض الوضوء يقولون غسل الوجه ومنه الفم والأنف، وإذا جاءوا لمسح الرأس قالوا ومنه الأذنان. فهذا استنباط لطيف وهو دقيق أيضا في الدلالة. فقالوا القرينة الصارفة حديث للعرابي توضأ كما أمرك الله، الحديث أخرجه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم وأبو داود من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه، توضأ كما أمرك الله، وهو أحد ألفاظ حديث العرابي المسيء صلاته، قال توضأ كما أمرك الله، هذا جواب. والجواب الثاني كما أمرك الله أي أمر؟ يحتمل أن جئنا نفسر الحديث توضأ كما أمرك الله، يحتمل أنه أراد كما أمرك الله في الآية، ويحتمل ما هو أعم من ذلك كما أمرك الله باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام فيما لم يقم دليل على الخصوصية به وثبت عنه في وضوئه أنه ما ترك الاستنشاق. فإذا احتمل قوله كما أمرك الله الأمر العام باتباع نبي عليه الصلاة والسلام والأمر الخاص بالآية الكريمة يضعف الاستدلال. على كل حال طبعا هذه المناقشات، فأجاب الجمهور على أن الاحتمال الأول كما أمرك الله يعني الآية، يؤيد هذا الاحتمال ما أخرج أبو داود في الحديث ذاته كما قلت لك في قصة الأعرابي أنه قال لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجله إلى الكعبين، هذا لفظ أبي داود. إذن أحال إلى الآية بلفظها. نعم. وحمل الأمر وحمل الأمر على الندب بدلالة ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله، فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق. الثالثة، المعروف أن الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف والاستنثار دفعه للخروج، ومن الناس من جعل الاستنثار لفظا يدل على الاستنشاق الذي هو الجذب، وأخذه من النثرة وهي طرف الأنف، والاستفعال منها يدخل تحته الجذب والدفع مع النثرة طرف الأنف. الاستنثار الذي فيه استفعال يدخل فيه جذب الماء ودفعه، إدخال وإخراج الماء. فإذا كلمة استنثار تشمل الأمرين. قال رحمه الله من الناس من جعل الاستنثار لفظا يدل على الاستنشاق الذي هو الجذب أيضا غير إخراج الماء، وأخذه من النثرة التي هي طرف الأنف، فإن الاستفعال يدخل فيه تحت معنى الجذب ومعنى الدفع معا. نعم. والصحيح هو الأول لأنه قد جمع بينهما في حديث واحد وذلك يقتضي التغاير. إذن معنى كلام الشارح رحمه الله أن الاستنشاق والاستنثار إذا أفردا في الإطلاق كان للمعنيين، الاستنثار إذا أفرد في الإطلاق يشمل المعنيين، وإذا جاء الاستنثار بجوار الاستنشاق كان للإخراج والدفع فقط. فليش هنا في الحديث فلينتثر حملناه على الإخراج؟ لأنه قال قبله فليجعل في أنفه ماء، فهذا مغن عن حمله على الاستنشاق الذي هو جذب الماء. نعم. الرابعة، قوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر، الظاهر أن المراد به استعمال الأحجار في الاستطابة. طيب، استعمال الأحجار في الاستطابة، ما الاستطابة؟ الاستنجاء. لما يقول الفقهاء باب آداب الخلاء والاستطابة أو آداب التخلي أو قضاء الحاجة، الاستطابة الاستنجاء. ولذلك قال النووي في شرح مسلم يقال الاستنجاء والاستطابة، قال والاستجمار لتطهير محل البول والغائط. فأما الاستجمار فمختص بالمسح والإحجار، وأما الاستطابة والاستنجاء فيكونان بالماء ويكونان بالأحجار. فالاستطابة تشمل الماء والأحجار، والاستنجاء يشمل الماء والأحجار، أما الاستجمار فلا يشمل إلا الحجر وما كان في حكمه. نعم. قال الظاهر أن المراد به استعمال الأحجار في الاستطابة. ليش يقول الظاهر؟ لوجود احتمال آخر، ما هو؟ استعمال الجمر في البخور والتطيب. فلماذا جعل هذا المعنى ظاهرا على ذاك؟ أي سياق؟
نعم السياق في الوضوء. قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه قال ومن استجمر. فالأقرب للسياق الحديث عن الوضوء لأن اتصاله به، لأن إزالة النجاسة أو الاستجمار ألصق بالوضوء من المعنى الآخر الذي هو استعمال الجمر في البخور والتطيب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والإيتار فيها بالثلاث واجب عند الشافعي، فإن الواجب عنده رحمه الله وكذلك عند أحمد أيضا وأصحاب الحديث الاستجمار واجب ثلاثا. نعم فإن الواجب عنده رحمه الله في الاستجمار أمران، أحدهما إزالة العين والثاني استيفاء ثلاث مساحات. قال من استجمر فليوتر، من أين جاء العدد ثلاثا؟ أقل الوتر واحد، فمن أين قال الشافعية والحنابلة أقله ثلاث؟ ممتاز، من دليل آخر. وإلا فالاقتصار على هذا الحديث لا يعطي الاقتصار على الثلاث، إنما الثلاث هو حديث سلمان الفارسي رضي الله عند مسلم لما قال له اليهودي تزعمون أن نبيكم صلى الله عليه وسلم علمكم كل شيء حتى القراءة؟ قال أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط ولا بول، وأن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فقال نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فدل على أن أقل ما يصح ويجزئ في الاستجمار كم؟ ثلاث. قالوا ولو حصل الإنقاء بمرة فلا بد من البلوغ إلى ثلاث. وقال غيرهما غير الشافعي وأحمد يكفي في الاستجمار مرة لو حصل بها الإنقاء. نعم فإن الواجب عنده رحمه الله في الاستجمار أمران، أحدهما إزالة العين عن النجاسة، والثاني استيفاء ثلاث مساحات. إذن إزالة العين وحدها لا تكفي حتى يضم إليها الواجب الثاني وهو استيفاء ثلاث مساحات. نعم وظاهر الأمر الوجوب، لكن هذا الحديث لا يدل على الإيتار بالثلاث فيؤخذ من حديث آخر. نعم هو حديث سلمان رضي الله عنه، وقد حمل بعض الناس الاستجمار هذا الثلاث مرات قلنا أخذ من حديث سلمان. يقول القاضي عياض، والقاضي عياض رحمه الله مالكي ولا يرى وجوب الثلاث، فقال في إكماله لشرح مسلم يخدش في إيجاب العدد ما عند أبي داود في رواية حسنة الإسناد من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وعندئذ يحمل حديث سلمان رضي الله عنه على أنه نهي تنزيه، وهذا مأخذ المالكية. قال نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار يكون نهي تنزيه. فائدة هذا يا إخوة يعني اطلاعكم على طريقة الفقهاء رحمهم الله في التعامل مع النصوص. مورد الأحكام عندهم واحد، الحديث هذا والحديث ذاك أمام أعينهم، فمن نظر إلى هذا الاعتبار قوى هذا الاحتمال، ومن نظر إلى أمر آخر حمله على محمل آخر، والكل في مسألة الاستنباط يدور على معنى صحيح ومستند شرعي يبنى عليه الحكم. نعم فإذا هذان مسلكان، أن تقول الثلاثة سنة والوتر واجب ولو كان واحد، طريقة المالكية، الحنابلة والشافعية الاستجمار ثلاثا وترا هو الأقل وما زاد إذا احتاج إليه، والنهي هنا للتحريم فلا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاث. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خرج بجواب أيضا جمعا بين الطريقتين وبين النصوص، قال هذا محمول على أن القطع على وتر سنة فيما زاد على الثلاث، فاليوتر يحمل على الندب فيما زاد على الثلاث، وما كان لم يحصل به الإنقاء فأقله وجوبا الثلاث، قال جمعا بين النصوص. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد حمل بعض الناس الاستجمار على استعمال البخور للتطيب، فإنه يقال فيه تجمر واستجمر، فيكون الأمر للندب على هذا، والظاهر هو الأول، أعني أن المراد هو استعمال الأحجار. ليش قال الظاهر استعمال الأحجار؟ قلنا للسياق، أن السياق في الوضوء، والاستجمار بمعنى إزالة النجاسة ألصق بالوضوء من معنى الاستجمار
بمعنى البخور والتطيب. قال: حمل بعض الناس الاستجمار على استعمال البخور للتطيب، وهذا وارد لغة ومستعمل إلى اليوم، فإن الجمر الذي يوضع عليه البخور جمر، ويقال له استجمار، يعني أعده وهيأه ليضع الطيب عليه أو البخور عليه. بعض الناس المراد به غالبا والله أعلم الإمام أبو الحسن ابن القصار المالكي، فإنه قد ذكر ذلك في كتابه عيون الأدلة. وابن دقيق العيد رحمه الله كما تعلمون مالكي النشأة والفقه، وأبوه رحمه الله شيخ المالكية في الصعيد. حمل بعض الناس غالبا يريد به ابن القصار المالكي، فإنه نص على أن الاستجمار يكون بهذا المعنى. والحافظ ابن حجر أيضا قال: حكاه ابن حبيب عن ابن عمر أن الاستجمار هنا في الحديث بمعنى استعمال البخور، قال: ولا يصح عنه. حكاه ابن عبد البر أيضا عن الإمام مالك، وروى ابن خزيمة في الصحيح خلافه، هذا ذكره الحافظ ابن حجر. إذن حكي عن مالك أن الاستجمار بمعنى البخور والتطيب، لكنه رجع عن هذا المعنى كما ذكره القيرواني في النوادر والزيادات والله أعلم. يبقى مسألة: إذا حملت الاستجمار على معنى استعمال البخور والتطيب، فليش قال فيكون الأمر للندب على هذا؟ من استجمر فليوتر. لو كان الاستجمار بمعنى إزالة النجاسة قلتم الوتر واجب، ثم اختلفنا هل هو الوتر أقله مرة أو ثلاث مع الأحاديث الأخرى، فليش لما حملناه على الاستجمار بمعنى التطيب قلنا لا فليوتر هنا سيكون محمولا على الاستحباب؟ أحسنتم، لأن أصل الطيب ليس واجبا، فكيف تكون صفته واجبة؟ إذن حمل على التطيع، حمل على الاستحباب، لأن نفس البخور غير واجب اتفاقا، فلا تجب كيفيته بأن تكون وترا. يبقى مسألة أخرى: طيب حتى لو حملناه على معنى الاستحباب، كيف توتر في الاستجمار؟ ما صفة الوتر فيه؟ كيف تستجمر وترا؟ خذها فائدة. قال النووي: صورته أن يأخذ منه ثلاث قطع. قطع إيش؟ قطع البخور الذي تضعه على الجمر. قال: صورته أن يأخذ منه ثلاث قطع، أو يأخذ منه ثلاث مرات، يعني إذا تطيب أو تبخر به أخذه مرة فأعطاه مثلا أحدا معه، ثم أخذه ثانية وثالثة. ولهذا ترى بعض طلبة العلم إذا كانوا في مجلس وأداروا بينهم المجمرة التي فيها البخور أعادوها مرة وثانية وثالثة، فيظن بعضهم أن هذا من المبالغة في الإكرام، فإذا أتاه ثانية اكتفى وقال حسبك، أو إذا أخذها ثانية فأعادها له في الثالثة اكتفى فردها. هو المقصود الإيتار، فليوتر أن يقطعها على عدد وتر استجابة لأمره صلى الله عليه وسلم، إذا حملناه على معنى استعمال البخور للتطيب كما تقدم، وهو أحد المعنيين والظاهر استعمال الأحجار كما تقدم والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة: ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر الأمر. قبل إدخالهما في الإناء. طيب فلو أدخلها في حوض أو في نهر جار أو في بركة، هل المعنى واحد أو الإناء مقصود؟ فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. طيب هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري في رواية الكشميهني، ولغيره عند البخاري فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه، لكن لفظ الإناء كما يقول الحافظ ابن حجر تخرج به البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها، يعني هب أن اليد نجسة، غمس اليد النجسة في البركة وفي الحوض وفي النهر الجاري هذا كله لا ينجس الماء، فإذا قوله في الإناء المقصود به الماء القليل الذي ينجس بحصول النجاسة فيه لو قدرنا وجودها في اليد. طيب ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر الأمر، ولا يفرق هؤلاء بين نوم الليل ونوم النهار لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه،
وذهب أحمد إلى وجوب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار لقوله صلى الله عليه وسلم: أين باتت يده؟ والمبيت يكون بالليل. وذهب غيرهم إلى عدم الوجوب مطلقا، وهو مذهب مالك والشافعي، والأمر محمول على الندب. كم نذهبا في المسألة؟ ثلاثة. الأول: وجوب غسل اليدين عند القوم من النوم مطلقا، نوم ليل ونوم نهار. المذهب الثاني: وجوب غسل اليد عند القوم من نوم الليل فقط فيكون واجبا، أما نوم النهار فيكون الغسل فيه مستحبا لا واجبا. المذهب الثالث: عدم وجوب غسل اليدين مطلقا، فيحمل الأمر هنا على الاستحباب. هكذا حكى المصنف، لكن الذي في غيره من الشروح ليس إلا مذهبان. مذهب أحمد: وجوب غسل اليد عند القوم أو القيام من نوم الليل خاصة، وعدم الوجوب عند مالك والشافعي والجمهور، ويحمل الأمر على الاستحباب. فهذا الذي عند غيره قولان إلى ثلاث المسألة. فيبقى أن مأخذ الوجوب ما هو؟ فليغسل أمر، ما صيغته؟ مضارع مقترن بلام الأمر، فليغسل يده. طيب، مذهب أحمد في تقييد هذا بنوم الليل خاصة من أين؟ قال: فإن في العلة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والمبيت لا يكون إلا في نوم الليل. فإذا قام من نومة الظهر أو قبل الظهر أو قبل العصر، لا يقال أين كنت أو أين بت، ولا يقال أين باتت يدك، فإنه نوم نهار لا يقال فيه المبيت، فخصه أو قيده بنوم الليل خاصة. والجمهور على أنه لا يجب سواء كان نوم ليل أو نوم نهار. فمن من القولين يحتاج إلى قرينة، القائل بالوجوب أم القائل بالاستحباب؟ بالاستحباب. لما؟ نعم، لأن الأصل في الأمر الوجوب، فمن استدل بالوجوب فهو على الأصل، ومن صرفه عن غيره، عن الوجوب إلى غيره، احتاج إلى قرينة. فالقائل بالاستحباب يقال له: ما دليلك؟ لماذا حملت الأمر على الوجوب، عن الوجوب إلى الاستحباب؟ فبماذا يمكن أن يستدل؟ الآية وحديث الأعرابي، أن حديث الأعرابي قال: كما أمرك الله، والآية ليس فيها غسل اليد، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فذكر غسل الوجه مباشرة وابتدأ بها دون تقدمها بغسل اليد. طيب، والأمر محمول على الندب، هذا عند مالك والشافعي. نعم. واستدل على ذلك بوجهين: أحدهما ما ذكرناه من حديث الأعرابي، والثاني أن الأمر وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه يصرف عن الظاهر. ما ذكرناه من حديث الأعرابي ما فيه؟ توضأ كما أمرك الله، وما الذي أمر الله به؟ طيب، قال الحنابلة جوابا عن هذا: حديث الأعرابي عام في الأحوال، وهذا الحديث خاص بحال الاستيقاظ من النوم، فيكون تخصيصا من ذاك العموم وليس معارضة له حتى يدفع به الحديث. نعم، قال: ما ذكرناه من حديث الأعرابي. ثم يقول: إذا توضأ أحدكم فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة. ليس هذا من الوضوء الشرعي، من مسمى الوضوء الشرعي. يعني إذا توضأ أحدكم، الآية في المائدة عن ماذا تكلمت؟ عن الوضوء، والوضوء من أين يبدأ؟ من غسل الوجه. طيب، وغسل اليدين قبله ليس من مسمى الوضوء، فهو واجب آخر مستقل قبل الوضوء. فعندك وضوء يبدأ من غسل الوجه، وعندك واجب قبله وهو غسل اليد، فهو إيجاب مطلق بغير قيد إرادة الصلاة، فيغسل يديه ولو لم يرد الوضوء للصلاة، يغسل يديه. ووضوء الآية في سورة المائدة واجب آخر مستقل كما قلنا. إذن حتى لو قالوا حديث الأعرابي قرينة، فيقال لا تقوى على صرف الأمر هذا عن الوجوب، لأن حديث الأعرابي يتكلم عن صفة الوضوء التي تبدأ من غسل الوجه، وفي الحديث واجب آخر مذكور، فليغسل يديه قبل أن يدخلهم، يعني قبل أن يبدأ الوضوء، فلا علاقة لحديث الأعرابي بهذا الحديث، فهو واجب مستقل. والثاني أن الأمر وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه يصرف عن الظاهر لقرينة ودليل، وقد دل الدليل وقامت القرينة هاهنا،
فإنه صلى الله عليه وسلم علل بأمر يقتضي الشك. طيب القرينة الثانية قالوا التعليل الوارد في الحديث، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري. قالوا التعليل قرينة أخرى غير حديث الأعرابي صرفت الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. ماذا في التعليل؟ فإن أحدكم لا يدري أين بات. قالوا علل بأمر يقتضي الشك، وهو قوله لا يدري أين باتت، هو شك. نعم أكمل. وقد دل الدليل وقامت القرينة هاهنا، فإنه صلى الله عليه وسلم علل بأمر يقتضي الشك، وهو قوله فإنه لا يدري أين باتت يده. والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودا، والأصل الطهارة في اليد فلتستصحب، وفيه احتراز عن مسألة الصيد. الأصل في اليد أنها طاهرة أو نجسة؟ طاهرة. فإذا جاء الشك فإن اليقين لا يزول بالشك، فنستصحب الأصل. فالتعليل الذي جاء بشك، والقواعد الشرعية أن الشك لا يقتضي وجوبا إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودا، وعندنا أصل مستصحب وهو طهارة اليد. قال رحمه الله في جملة الاستطرادية وفيه احتراز عن مسألة الصيد، ويذكرها هناك إن شاء الله في حديث إذا صاد كلبك، في حديث عدي بن حاتم، وله تفصيل، بس أشار إليه هنا بما يذكره هناك وفيه مغايرة في المسألة. الحديث هناك حديث عدي بن حاتم: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. العلة هنا أيضا محتملة، فإني أخاف، يعني هي شك، قد يكون الكلب أمسك لنفسه وقد يكون أمسك الصيد لصاحبه. فلذلك قال الشافعي: الكلب إذا أكل من صيده، ففيه قولان عند الشافعي. القول الثاني جواز الأكل وإن أكل الكلب إذا صاد لنفسه. ليش؟ يقول حملنا النهي للتنزيه، وضعف هذا القول عند الشافعي لأن التعليل بعدم الأكل بخوف الإمساك على نفسه علة لا تناسب إلا التحريم. فهناك يقال في مسألة الصيد الأصل الإباحة أو التحريم؟ الأصل التحريم في الميتة، فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل، وهنا الأصل في اليد الطهارة. قال وفيه احتراز عن مسألة الصيد، فهناك الأصل فيها التحريم وهنا الأصل فيها الطهارة، فأراد أن يبين لك الفرق بين البابين. طيب صار عندنا قرينتان عند المالكية والشافعية صرفوا بهما الأمر في قوله فليغسل يديه من الوجوب إلى الاستحباب. القرينة الأولى حديث الأعرابي وسمعت الجواب عنه. القرينة الثانية العلة، فإنها تحمل الشك، والقاعدة أن الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم خصوصا إذا استصحبنا خلافه الموجود وهو الأصل أن اليد طاهرة. من القرائن أيضا عند الجمهور في عدم إيجاب غسل اليد بعض الأدلة كحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين لما قال بت ليلة عند خالتي ميمونة، فلما ذكر قيام النبي عليه الصلاة والسلام آخر الليل صلي قال فقام من الليل فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. وضوءه من الشن المعلق لم يذكر فيه أنه غسل يديه قبله. قال فتوضأ وضوءا خفيفا، قال وصف وضوءه وجعل يخفف ويقلله كما ذكر سفيان بن عيينة عن شيخه عمرو بن دينار رحمهما الله تعالى. ومن القرائن كذلك كما ذكر يعني غير واحد من الفقهاء في المسألة، وليس المقصود ها هنا الآن في الكلام ترجيح قول أو تضعيف آخر، لكن من القرائن في الندب أن في الحديث في رواية مسلم فليغسلهما ثلاثا، وهي موجودة عندكم في الرواية، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، وفي رواية ثلاث مرات. أين القرينة؟ أحسنت. قال الحافظ ابن حجر: التقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على الندبية. التقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على الندبية، وليست عندنا نجاسة عينية في اليد. فهذا أيضا قالوا من القرائن التي صرف بها الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. أحسن الله إليكم. السادسة: قيل إن سبب هذا الأمر أنهم كانوا يستنجون. قبل أن ننتقل للسادسة
ها هنا مسألة لطيفة دقيقة نافعة جدا ذكرها الصنعاني رحمه الله. الآن الجواب الذي ذكره الشارح تقي الدين في القرينة الثانية الصارفة التعليل أنه علل بأمر يقتضي الشك، يقول الصنعاني رحمه الله: هذا الذي ذكره ابن دقيق العيد تابعه كل ناظر بعده، ونقل كلامه الحافظ ابن حجر وأقره. قال: وفيه عندي بحث، وذكر هذا في صفحتين طويلتين، ألخص لك المقصود. يقول الشارع، وركز فيه، يقول الشارع: إذا أمر بأمر وجب امتثاله وإن لم تعلم علته ولا ذكرت، فإن أمره مثير للعلم بوجوب ما أمر به لقيام الحجة على وجوب الامتثال. فقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري، ركز، يعني الآن تقي الدين بن دقيق العيد يقول هذا شك، وابن دقيق والصنعاني يقول هذا ليس شكا، يقول يحتمل أنه ليس تعليلا للأمر بالغسل، مو اغسل لأنك لا تدري أين باتت يدك، قال: بل تعليل لمقدمة مطوية. فكأنه قال: فإنه جاهل لا يدري أين باتت يده، ونحن قد عرفناه بأنها باتت في محل أوجب عليه غسلها. قال: فهذا الاحتمال ليس ببعيد، وهو يخدش في الجزم بعدم الوجوب، يعني يقوي القول بالوجوب. ونظيره قوله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هل هو تشكيك؟ قال: لا، بل معناه: بل نحن نعلم ذلك فنأمره بالاستعداد. ومثله حديث بريدة، وفيه ما معناه: إذا حصرت قوما فأنزلهم على حكمك ولا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري تصيب حكم الله فيهم أم لا. علل بأمر نقتضي الشك، والأصل المستصحب على خلافه، مع أنه يجب إنزالهم على حكم من حصرهم. فما هذا؟ قال: فهذا تعليل لمقدمة مطوية، كأنه قال: فإنك جاهل لا تدري بحكم الله فيهم، وإذا كان جاهلا فلا يجوز له العمل بما يجهله. فمقتضى ما قرره صنعاني أن هذا لا ينبغي أن يقال هو تعليل بالشك، والشك لا يقتضي الوجوب. قال: لا، هو ليس تعليلا للغسل، بل تعليل لمقدمة مطوية، فإنه جاهل لا يدري أين باتت يده، فنحن عرفناه بأنها باتت في محل أوجب عليه غسلها. إذا تقرر هذا التقرير، فإن ما سيبنيه المصنف رحمه الله أيضا على الكلام الآتي مبنيا على ترجيحه هذا التعليل. وعلى كل حال، فهو ما ذكره الفقهاء في قرائن صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة، قيل إن سبب هذا الأمر أنهم كانوا يستنجون بالأحجار، فربما وقعت اليد على المحل وهو عرق، على محل النجاس، يعني القبل أو الدبر. نعم، فربما وقعت اليد على المحل وهو عرق فتنجست. وهذا ذكر مثله الحافظ ابن حجر في كلام يطول، قال: فإن أهل الحجاز بلادهم حارة، وكان أحدهم إذا بات ربما أصابه العرق، فقد تدخل، وكانت أيضا ألبستهم ليست فيها سراويل، وفي العادة يلبسون الإزارة أو الرداء، فيغلب على الظن تنقل اليد وحركتها أثناء النوم، فربما أتت على موضع النجاسة، ومع التعرق الذي يصيب أهل البلاد الحارة هو مظنة تلوث اليد بالنجاسة، فإذا قام القائم من نومه يريد الوضوء فأدخل يده مباشرة، كان هذا مظنة تنجس الماء القليل في الإناء الذي يستعمل للوضوء. نعم، قيل إن سبب هذا الأمر، قيل إن سبب هذا الأمر أنهم كانوا يستنجون بالأحجار، فربما وقعت اليد على المحل وهو عرق. يعني أنت تعلم أن الاستنجاء بالأحجار لا ينقي السبيلين كما ينقيهما الماء. نعم، هو يزيل عين النجاسة، لكنه يبقى بعضها، وربما يصيبها الجفاف فتيبس، فإذا أصاب المحل رطوبة بعرق أو نحوه تحركت. نعم، قيل إن سبب هذا الأمر أنهم كانوا يستنجون بالأحجار، فربما وقعت اليد على المحل وهو عرق فتنجست، فإذا وضعت في الماء نجسته، لأن الماء المذكور في الحديث هو ما يكون في الأواني التي يتوضأ منها، والغالب عليها القلة. نعم، متقدم قبل قليل قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله في الإناء، لما قال رحمه الله في مسألة هذا القيد: لفظ تخرج به البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها. نعم،
وقيل إن الإنسان لا يخلو من حك بثرة في جسمه أو مصادفة حيوان ذي دم فيقتله فيعلق دمه بيده. ما البثرة؟ نعم، مثل الخراج، يعني الانتفاخ في الجلد الذي يكون تحته صديد أو دم وهو من النجاسات. قال الإنسان لا يخلو من حك بثرة في جسمه يعني وهو نائم، أو مصادفة حيوان ذي دم، وهذا أيضا وصف لحال عندما ينام أحدهم على حصير أو فراش أو تراب، فهذا مظنة وجود هذا في تلك البيوت آنذاك، فربما وقعت يده على ذي دم فقتله فيعلق دمه بيده، أو حتى لو ضرب بعوضة على يده فأصابت يده دما، أو قتل حشرة إلى آخره، فإذا قام لا يدري ما الذي أصاب يده. هذه تعليلات ذكرها بعض الفقهاء، يقول الصنعاني وضعف هذه الأقوال يشعرك بأن الأمر تعبدي. وقبله قال أبو الوليد الباجي بعدما ذكر جملة من تعليلات الفقهاء في محاولة فهم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قال وهذه الأقوال ليست ببينة، يعني ليست صريحة تستطيع أن تجزم بأن قوله لا يدري أين باتت يده يعني المقصود به هذا المعنى. نعم، أحسن الله إليكم. السابعة، الذين ذهبوا إلى أن الأمر يعني مما قاله أبو الوليد الباجي في شرح الموطأ في المنتقى، وهو ينتقد القول بالوجوب، يقول لو كان غسل اليد واجبا، لأن مذهب مالك الاستحباب، يقول لو كان غسل اليد واجبا بهذه العلة الذي هو مظنة التنجس بسبب أنهم كانوا يستعملون الحجارة فربما أصابت يده محل النجاسة وهو عرق، يقول لو كانت هذه العلة للزم من ذلك غسل الثياب للنائم إذا استيقظ، لأنها آكت في إصابة النجاسة بهذه المظنة، فإنه أيضا إذا كان عرقا وتعرق فأصاب محل النجاسة وفيه قدر لم يزل بالاستجمار، ولم يقل أحد ولا أمرت الشريعة بغسل الثياب، فكانوا يضعف التعليل بهذه المعاني التي ذكروها، وهي التماس من الفقهاء رحمة الله عليهم لحكمة الشارع في تعليله المشار إليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السابعة، الذين ذهبوا إلى أن الأمر للاستحباب استحبوا غسل اليد قبل إدخالها في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقا سواء قام من النوم أم لا، ولهم فيه مأخذان. من الذين استحبوا؟ مالك والشافعي. نعم، ولهم فيه مأخذان، يعني لماذا سووا بين القيام من نوم الليل ومن نوم النهار؟ نعم، ولهم فيه مأخذان، أحدهما أن ذلك وارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لسبق نوم، فعامة أحاديث صفة الوضوء فيها غسل اليدين قبل المضمضة والاستنشاق. نعم، والثاني أن المعنى الذي علل به في الحديث أن المعنى الذي علل به في الحديث وهو جولان اليد في موجود في حال اليقظة فيعم الحكم لعموم علته. نعم، فإن أحدكم لا يدري، قال حتى في حال اليقظة هذا المعنى وارد، فإذا يشمل نوم النهار ونوم الليل. نعم، الثامنة، فرق أصحاب الشافعي أو من فرق منهم بين حال المستيقظ من النوم وغير المستيقظ، فقالوا في المستيقظ من النوم يكره أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا، وفي غير المستيقظ من النوم يستحب له غسلها قبل إدخالها في الإناء. طيب، أحدهما نام واستيقظ والثاني لم ينم، قالوا المستيقظ من النوم يكره أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها، وغير النائم مثلك الآن وأنت جالس أردت أن تذهب وتتوضأ وعندك إناء، ما يقول لك يكره أن تدخل يدك، يقول يستحب لك أن تغسل يدك. فهمت الفرق؟ من قام من النوم وأراد أن يذهب يقولون له يكره لك إدخال يدك قبل أن تغسلها، ومن ذهب يتوضأ وليس مستيقظا من النوم يقال له يستحب لك. فهل الجملتان بمعنى واحد؟ لا، بينهما فرق. الذي يريد الوضوء وهو لم يكن نائما ولا مستيقظا من النوم يقال له يستحب لك أن تغسل يدك، فلو أدخلها مباشرة لم يكن مكروها، بخلاف الثاني لو أدخل يده كان مكروها له،
لأن الأمر عندهم للاستحباب. طبعا هذا كله على طريقة المالكية والشافعية. على طريقة الحنابلة واجب، فلو لم يفعل هذا الواجب وأدخل يده في الإناء تنجس الماء ولا يصح وضوءه لإخلاله بالواجب وإتيانه بالعلة المحذور منها. طيب، وليعلم الفرق، وليعلم الفرق بين قولنا يستحب فعل كذا وبين قولنا يكره تركه، فلا تلازم بينهما. هل كل شيء يستحب فعله يكون تركه مكروها؟ ما حكم صلاة الضحى؟ فهل تركها مكروه؟ ما حكم صيام الاثنين والخميس؟ فهل تركهما مكروه؟ إذا لا تلازم بين استحباب الفعل وكراهة تركه. نعم، فلا تلازم بينهما، فقد يكون الشيء مستحب الفعل ولا يكون مكروه الترك، كصلاة الضحى مثلا وكثير من النوافل. فغسلهما لغير المستيقظ من النوم قبل إدخالهما الإناء من المستحبات. لكن لو تركها هل يكون مكروها؟ لغير المستيقظ من النوم هل يكون مكروها في حقه لو أدخل يده قبل غسلها؟ لا. نعم، غير المستيقظ وترك غسلهما للمستيقظ من النوم من المكروهات. لو أردت أن تجعل عبارة الشارح أوضح ستقول هكذا: غسلهما لغير المستيقظ من النوم قبل إدخالهما في الإناء من المستحبات، وتركهما غير المستيقظ وتركهما ليس مكروها. ممتاز. طيب، وترك غسلهما للمستيقظ من النوم من المكروهات، خلاص، وغسلهما مستحب. إذن القائم من النوم غسل اليدين له مستحب وتركه مكروه، لكن غير المستيقظ من النوم الغسل مستحب والترك ليس مكروها. نعم، فقد وردت وقد وردت صيغة النهي عن إدخالهما في الإناء قبل الغسل في حق قبل الغسل في حق المستيقظ من النوم، وذلك يقتضي الكراهة على أقل الدرجات، وهذه التفرقة هي الأظهر. التاسعة: استنبط من هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. قال: فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. ما العلة؟ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب، هو خشية أن تكون في يده نجاسة، فإذا جاء فأدخل يده مباشرة في الإناء مع احتمال وجود النجاسة سيكون الماء متنجسا. السبب: ما الذي ينجس الماء؟ ملاقاته للنجاسة. طيب، ملاقاته للنجاسة مع كونه قليلا، ولهذا قال الحافظ ابن حجر: لا يدخل فيه البرك والحياض ونحوها. طيب، السؤال: أنت لو أخذت إناء صغيرا تريد غسل النجاسة التي في يدك، فأنت تسكب الماء على يدك، صح؟ فهذا الماء الذي نزل يزيل النجاسة أو لا يزيلها؟ إذا افترضت أن الماء القليل بملاقاة النجاسة ينجس، سأفترض أن غرفة الماء التي وضعتها على يدك تنجست بوجود النجاسة فيها، والماء إذا تنجس لا يزيل النجاسة. هذا هو الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. أيهما يؤثر في الماء؟ ورود النجاسة على الماء ينجسها، لكن ورود الماء على النجاسة، يقولون أجمعوا على أن مقدار ما يتوضأ به مثل هذا، يعني مقدار ما يتوضأ به يطهر قطرة البول الواقعة في الثوب أو البدن، صح؟ هذا المقدار ما يطهر قطرة بول في البدن وفي الثوب. واختلفوا إذا وقعت القطرة من البول في هذا القدر من الماء، ما الفرق؟ ورود الماء على النجاسة أو ورود النجاسة على الماء؟ نعم، ووجه ذلك أنه قد نهى عن إدخالهما في الإناء قبل غسلهما لاحتمال النجاسة، وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه، وأمر بغسلهما بإفراغ الماء عليهما للتطهير، وذلك يقتضي أن ملاقاتهما للماء على هذا الوجه غير مفسد له بمجرد الملاقاة، وإلا لما حصل المقصود من التطهير. هذا تقرير عامة الفقهاء، ولابن رشد المالكي رحمه الله تقرير لطيف يوضح فيه الفرق، وهي وليست الفكرة أن الماء لاقى النجاسة أو النجاسة لاقت الماء. يعني هو
يعني فسرها مثل ما يقولون كيميائيا، يعني يقول ما الفرق بين الحاصل في الصورتين، وكلامه طويل. قال في يعني موجز كلامه رحمه الله: إذا كان الماء الكثير بحيث يتوهم أن النجاسة لا تسري في جميع أجزائه وأنه يستحيل عينه عن الماء الكثير، يقول إذا كان كذلك فلا يبعد أن يتوهم أن قدرا من الماء لو دخله قدر من النجاسة لسرت فيه وكان نجسا، فإذا أورد ذلك الماء على تلك النجاسة جزءا بجزء، إيش يعني؟ تنزل الماء قليلا قليلا على النجاسة وأنت تغسلها في بدنك أو في ثوبك، فمعلوم أنه يفني عين تلك النجاسة وتذهب النجاسة قبل فناء ذلك الماء. وعلى هذا فيكون آخر جزء ورد من ذلك الماء وقد طهر المحل، لأن نسبته إلى ما ورد عليه مما بقي عليه من النجاسة نسبة الماء الكثير إلى القليل من النجاسة. ولذلك كان العلم يقع في هذه الحال بذهاب عين النجاسة، يعني وقوع الجزء الآخر الطاهر على آخر جزء بقي من عين النجاسة. وليس كذلك في تصور ورود النجاسة على الماء فإنها تسري في أجزائه وتفترض أن الماء ليس كثيرا. وعلى كل حال هذا يعني تفريق، ولهذا قال ابن رشد: فهؤلاء إنما احتجوا بموضع الإجماع على موضع الخلاف من حيث لم يشعروا، والموضعان في غاية التباين. انتهى كلامه رحمه الله. فمن قال وقع الاتفاق على أن قليل الماء يذهب قليل النجاسة مثل ما قال المصنف وإلا لما ظهر شيء أبدا، فهو دليل على أن قليل النجاسة لا ينجس قليل الماء وقوعه فيه، وهذا كما يقول ناشئ عن عدم التأمل. فتأمل في هذا تفريق دقيق يريدونه في هذا السياق، لكن عليك أن تفهم أنه لما قال عليه الصلاة والسلام فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا احتراز من تنجس الماء بوقوع النجاسة فيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة: استنبط منه أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، فإنه منع من إدخال اليد فيه لاحتمال النجاسة، وذلك دليل على أن تيقنها مؤثر فيه، وإلا لم اقتضى احتمال النجاسة المنع. واضح؟ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني فربما كانت نجسة. إذا كان احتمال النجاسة مؤثر في طهارة الماء، فما بالك بالنجاسة المتيقنة ولو كانت قليلة؟ فإنها آكد في سلب الماء طهوريته. قال رحمه الله: يستنبط هذا من الحديث. يقول ابن دقيق العيد: وهذا فيه نظر. نعم. قال رحمه الله: وفيه نظر عندي، لأن مقتضى الحديث أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه. مقتضى الحديث أن ورود النجاسة ينجس الماء أو يؤثر في الماء. التأثير أعم من وصف النجاسة، صح؟ هل بالضرورة أن يكون التأثير تنجيسا للماء؟ لا. قال: فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال: فيه نظر عندي، لأن مقتضى الحديث أن ورود النجاسة على الماء مؤثر، ومطلق التأثير أعم من التأثير بالتنجيس. قد يكون تأثيرا بالتنجيس، وقد يكون تأثيرا بسلب الطهورية إلى الطهارة مثلا، وقد يكون تأثيرا بما يغير وصف الماء في طعم أو رائحة مع بقاء طهوريته، فلا يؤثر هذا في هذا، أيضا محتمل ووارد. فمطلق التأثير أعم من التأثير بالتنجيس. أحسن الله إليكم. قال: ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص المعين. الأعم هو التغيير أيا كان، لا يلزم من إثباته إثبات التغيير الأخص، وهو أن يكون تغييرا بالتنجيس أو بالنجاسة. إذن هذا مع ما ثبت في أصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا حديث لا ينجس، هذا الأصل في الماء. فهل يقوى هذا الأصل الصريح الواضح في عمومه لا ينجسه شيء؟ هل يعارضه احتمال بتعليل يراد فيه مطلق التغيير أو التأثير الذي لا يدل على التنجيس؟ يقول: فهذا أيضا يضعف الاستدلال الذي ذكروه بناء على هذا الحديث. نعم. قال: ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص المعين، فإذا سلم الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروها، فقد ثبت مطلق التأثير، فلا يلزم منه ثبوت خصوص التأثير بالتنجيس.
وقد يورد عليه أن الكراهة الثابتة عند التوهم، فلا يكون أثر اليقين هو الكراهة. نعم، فلنفترض أن الكراهة ثبتت بالتوهم لا يدري، فلا يكون أثر اليقين هو الكراهة. يعني يقولون إذا كانت العلة غير المعلومة أو الاحتمال غير المتيقن، لا يدري أين باتت يده، جعل استعمال الماء مكروها. طيب فإذا تيقن النجاسة سيكون مجزوما بنجاسته، فيقول هذا الفرق أن الغير المتيقن يجعل الماء مكروها، والمتيقن يجعله محرما أو ممنوعا محكوما عليه بالنجاسة. قال ويجاب عنه بأنه ثبت عند اليقين زيادة في رتبة الكراهة، والله أعلم. نعم، لا نسلم، يعني قد نجعل مع اليقين زيادة في ثبوت الكراهة وليس بالضرورة بلوغها إلى درجة التحريم. انتهى ما أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الحديث المتعلق بمسائله الواسعة، وسنختم بما جرت العادة به بذكر بعض الفوائد المتعلقة بألفاظ الحديث، بدءا من جملته الأولى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. أول جملتي هذا الحديث: إذا توضأ أحدكم. إذا أداة شرط تفيد العموم، والعموم هنا عموم زمان. إذا توضأ يعني في أي زمان توضأ أحدكم، صبحا أو مساء، ليلا أو نهارا، فهو عموم. إذا توضأ في كل وضوء، إذا توضأ أحدكم سواء كان وضوءا مستحبا أو وضوءا واجبا يرفع به الحدث أو يجدد به الطهارة. قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم، أحدكم فيه ثلاث دلالات أصولية. أولها مفرد مضاف فيدل على العموم، أحدكم بمعنى كل أحد منكم، فيشمل ذلك الرجل والمرأة والصغير والكبير والمتوضئ المتطهر والمحدث. إذا توضأ أحدكم حتى لو كان متوضئا قبل أو كان يريد رفع الحدث، إذا توضأ أحدكم هذا عموم، وصيغته كما قلتم إضافة المفرد إلى الضمير الذي أفاد العموم. الدلالة الثانية أصوليا، قال إذا توضأ أحدكم، هل هذا منه صلى الله عليه وسلم خطاب يتناوله هو أو يخاطب غيره في الأمة؟ يعني هذا الحديث بحكمه يتناوله عليه الصلاة والسلام أو لا؟ يعني هل هذا حكم يختص بمن عداه عليه الصلاة والسلام؟ لا ما في أمر بأمر. هذا إذا توضأ أحدكم هل هذا يخرجه هو عليه الصلاة والسلام عن هذا الحكم؟ ممتاز، هذه ترجع المسألة الأصولية، هل يدخل المخاطب في عموم خطابه أو هل يدخل المتكلم في عموم خطابه؟ والمقصود ها هنا بالمقام الأول في الأصول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يخاطب فيها أمته بأن يقول لهم أحدكم، إذا توضأ أحدكم، إذا استيقظ أحدكم، لا يبولن أحدكم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. هل هو خارج عليه الصلاة والسلام عن هذا كله؟ الجمهور كما تعلمون وهو الراجح في الأصول دخول المخاطب في عموم خطابه. المسألة الثالثة في قوله أحدكم، سواء قلت إذا استيقظ أحدكم أو إذا توضأ أحدكم، هي ما تقدم في دلالة سابقة في بعض الأحاديث، هل هذا الخطاب للموجود يتناول المعدوم؟ قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم كان يخاطب أصحابه الذين معهم يسمعون، إذا توضأ أحدكم يخاطبهم، فهل هذا يشمل المعدوم يعني من جاء بعدهم في الأمة؟ المسألة الأصولية الشهيرة، هل الأمر يتناول المعدوم؟ الذي عليه الجمهور وهم أهل الحق وهو الراجح أن الأمر بصيغة الخطاب المباشر يتناول الموجود صراحة وحقيقة، ويتناول المعدوم بشرط أن يوجد. هذا قول الشافعية والأشعرية والجمهور خلافا للحنفية والمعتزلة، قالوا الأمر لا يتناول المعدوم وإنما يثبت الحكم فيه إذا وجد بالقياس، فكل من جاء بعد ذلك الزمن يشملهم الحكم بالقياس. وعلى كل حال هذا من المسائل أيضا التي
يعني كان الخلاف فيهم مبنيا على خلاف عقدي، وهو الكلام في الخلاف في مسألة الكلام هل هو نفسي أو لساني. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه. الحديث فليجعل صيغة أمر مضارع مقترن بلام الأمر، مرتب على ذلك الشرط إذا توضأ. فإذا الشرط يدل على المشروط، أو المشروط معلق بالشرط. متى يجب أن يجعل في أنفه؟ إذا توضأ. فيبقى هذا المأمور مقيدا بذاك، فليست الشريعة تأمر أحدا من المكلفين بالاستنشاق إلا بهذا القيد. فالاستنشاق وحده هل هو عبادة؟ إذا وجد الإنسان قليلا من الماء وأراد أن يكسب أجرا أخذ ماء فاستنشق وقال قال النبي عليه الصلاة والسلام فليجعل في أنفه؟ الجواب لا، لأن هذا واجب مقيد بذلك الشرط إذا توضأ. ففي غير الوضوء لا يكون هذا الأمر متجها. فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، على ثبوت لفظة ماء كما قلنا وهي واردة عند مسلم في الصحيح. فليجعل في أنفه ماء، هذه نكرة جاءت في سياق الأمر، الشرط هناك إذا. فليجعل في أنفه ماء نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات لا تعم، بل هي على الإطلاق، والمطلق يصدق بصورة من صوره. فإذا أي قدر من الماء تحقق به الامتثال قليلا كان أو كثيرا، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وتقدم ما في الخلاف في وجوب المضمضة والاستنشاق، وطريقة من يقول بالوجوب في الاستدلال على ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع صراحة الأمر به ومداومته، ومن روى عنه من الصحابة أيضا بعد ذلك كله يؤيد الوجوب، ومن ذهب إلى الاستحباب سمعت جوابهم عن ذلك كله. قال ثم لينتثر، ثم تدل على التعقيب مع التراخي، يعني بعد أن يجعل الماء في أنفه ويجذبه للاستنشاق هو مأمور بانتثاره أو بإخراجه، فثم للتعقيب مع التراخي. قوله عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر، أيضا فيه شرط وأمر مرتبط بهذا الشرط. ما الأمر؟ فليوتر مضارع مقترن بلام الأمر معقب بالفاء التي تدل على التعقيب من غير تراخي. من استجمر، من استعمل الاستجمار في إزالة النجاسة فليوتر، فكان هذا الأمر قريبا من الفعل لأنه في استعماله. من استجمر، هذا الشرط من استجمر فليوتر، فالمأمور بالوتر في حالة الاستجمار، سواء حملته على معنى التطيب بالبخور المعنى المرجوح، أو على المعنى الظاهر وهو الاستجمار بالحجارة لإزالة النجاسة أو في الاستطابة وآداب قضاء الحاجة. قوله عليه الصلاة والسلام من استجمر صيغة عموم، أين هي؟ من يشمل كل أحد، ويشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير. من استجمر، كل من تعاطى الاستجمار هو مأمور بهذا الإيتار. هل الوتر هنا للوجوب أو للاستحباب؟ الأصل أنه للوجوب، ومن حمله على الاستحباب احتاج إلى قرينة. فالقائل بالوجوب كلهم تقريبا أن الوتر واجب في الاستجمار، لكن اختلفوا في أقله، فهل هو المرة الواحدة الوتر أو هو الثلاث، وعلمت من شاء الخلاف، ومن قال إن حديث سلمان للنهي محمول على التنزيه، قال إن العدد في الثلاثة مستحب لا واجب. وقوله عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر، أما الإيتار بمعنى الاستجمار التبخر فحمل على الندب اتفاقا. لما؟ لأن أصل التبخر ليس واجبا حتى يكون العدد أو الكيفية فيه واجبا. الجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استيقظ أحدكم فليدخل يده قبل أن يغسله، فليدخل يده إذا استيقظ أيضا فيه عموم. الشرط الذي فيه إذا أداة شرط تفيد العموم في الزمان، يعني كلما استيقظ أحدكم إذا استيقظ فليغسل. قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه، هذا أيضا قيد، فليغسل يديه. متى؟ إذا استيقظ. هذا الأمر
موجه على قوله إذا استيقظ، فما لم يكن مستيقظا فالأمر لا يتناوله. فإن قلت لكن قوله في الرواية الأخرى فلا يدخل، هي أيضا مقيدة بالاستيقاظ، فسواء حملت هناك الأمر على الوجوب أو النهي للتحريم فإنه لا يتناول غير القائم من النوم. فبمعنى أن أحدا لو ذهب مباشرة وأراد أن يتوضأ فأقبل مباشرة فغسل وجه توضمض واستنشق وغسل وجهه، أجزأ وضوءه؟ جواب نعم، إذا استوعب العضو لا شك. ومن هنا يا مشايخ ينبه الفقهاء على أنه من الضرورة تنبيه المسلم وكذلك المتعلم صغيرا كان أو حديث عهد بعلم، في أن غسل اليد بعد غسل الوجه ينبغي أن ينتبه فيه إلى غسل الكفين مع اليدين إلى المرفقين، فإن كثيرا ممن يغسل إذا جعل يده تحت الماء بدأ من الذراع وانتهى إلى المرفق على اعتبار أنه قد غسل الكفين في أول الوضوء، وهذا ينتبه له من جهتين. الجهة الأولى أنه قد لا يكون غسلهما فأقبل مباشرة فغسل الوجه، وهذا صحيح مجزئ فيتعين غسلهما الآن. والثانية وهي أنه في الغالب الناس اليوم تبدأ بغسل الكفين، غسل الكفين في أول الوضوء مستحب لغير القائم من النوم عند الحنابلة ومستحب مطلق عند البقية. إذا غسل يديه قبل الوضوء فالغسل مستحب، هذا الغسل المستحب لا يجزئ عن ذلك الواجب الذي يأتي بعد غسل الوجه. فلو اقتصر وغسل مباشرة يده بالماء تحت الماء من الذراع إلى المرفق فذهب وأتى ولم يجعل الماء على الكف فقد نقص عضو ولم يتحقق فيه الاستيعاب ولا تتم به الطهارة المجزئة شرعا. فلا يقول قائل لكن الكف أصابها الماء سواء في أول الوضوء أو في آخره، الكلام على الحكم الشرعي الذي يرفع الحدث ويحكم به بالطهارة بالصفة التي وردت في الشريعة. قال إذا استيقظ أحدكم من نومه، أيضا أحدكم كما قلنا فيها ثلاثة المسائل: العموم وتناول النبي عليه الصلاة والسلام لشخصه أو لذاته الشريفة بالخطاب للأمة للعموم، وأيضا تناول المعدوم في الأمة. من نومه تقدم بكم أنها قرينة عند الحنابلة قيدوا بها أن النوم نوم الليل لقوله أين باتت يده. قوله فليغسل هو الأمر فعل مضارع مقدر بلام الأمر، ويديه مفعول به وهي أيضا نكرة جاءت في سياق الإثبات فلا تعم. قبل أن يدخلهما هذا قيد، أن الواجب وهو غسل اليدين مقيد بكونهما قبل إدخالهما في الإناء، وتقدم أن الإناء قيد يخرج أيضا البركة والحياضة وما في حكمها، وأن الإناء يشمل الإناء وما كان في معناه مثل الماعون، الطست، الماء القليل، الموضوع، كيس أو قربة وضع فيها قليل من الماء وإن لم يسمى إناء، فكل ذلك يأخذ حكمه. قوله ثلاثا كما قلنا لكم هذا لفظ مسلم في تقييد العدد وغيره لم يقيد، وعلى كل حال البخاري ما ذكر التثليث وهي قرينة كما قلت لك استدل بها على عدم وجوب الغسل. ما القاعدة؟ أن العدد في غير النجاسة العينية يدل على الندبية. قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده تقدم أنها إشارة إلى التعليل في حكم المسألة بهذا الوصف الذي هو تعقيب الحكم بالوصف المناسب معقبا بالباء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ويأتي السؤال الذي أوردناه في أول المجلس، فلو قال أنا أدري أين باتت يدي ونختم بها فهل يتغير الحكم؟ طيب هم نصوا قالوا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، مفهومه أنه لو درى أين باتت يده كأن يلف عليها خرقة مثلا أو يربطها في طرف السرير الذي ينام عليه أو نحو ذلك فاستيقظ وهي على حالها أنه لا كراها، وإن كان غسلها مستحبا كما في المستيقظ الذي لا يتناوله حكم الكراهة. وقد تقدم بك فرق بين أن تقول يستحب له غسل يديه وبين أن تقول يكره،
إدخال يديه قبل أن يغسلهما في الإناء ثلاثا. هذا ما يتعلق في مجلس الليلة بهذين الحديثين. نسأل الله التوفيق والسداد وأن يجعله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.